السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعات فن التطريز، الله يسعد أوقاتكم ومرحبا بكم معايا في هذا الدرس. غادي نخدموا هذا الموديل اللي شفتوا في الأول ديال الفيديو. بالنسبة للرشيمات، البنات اللي كيقولوا لي في التعليقات أنني كنبخل على المتابعات ديالي برشيمات، والله غير كننسى ما كنحطاش في المنتدى، أما أنا دائما رشيمات كنشاركهم مع البنات في الجروب في الواتساب وحتى في الفيسبوك، دائما كنشارك زعما كنشارك، ما عنديش مشكل بالنسبة للرشيمة. انا غادي نبقى ان شاء الله ننزلها دائما في الاول ديال الفيديو في الاخر ديال الفيديو اللي بغاتها تسكرينيها. وبدايه اسبوع موفق ان شاء الله وفرجه ممتعه. هاد الاس لاحظوا معايا اللي كنبغي نخدمه دائما كيكون قدامي بشكل عمودي. هادي غادي نخدمها بتدوير المرمى دقة دقة. من هاد الوريقات غنخدمهم عاديين. نجي لهاد الوريضات، لاحظوا معايا درت هادي باش ما يتفزر ليش الوسط ديال الوريضه. دابا غادي نخدم من هادي على برا، ما غاديش ندخل الابره لداخل. لاحظوا معايا
غادي نبقى ندير حلس. شوفوا معايا حدي هاد الزلزال هذا اللي حددت به الاطار الدخلاني باش ما تفزرش ليا تو هنايا دا. كندور المرمى وفي نفس الوقت كندير حلس. عيني دائما على هذا الداخل هذا، عيني دائما على هذا الاطار الداخل هذا. دابا غادي نحدد الاطار البراني هذا. هادو اللي غادي يكونوا من التحت اللي غادي يتقطعوا بالكاويه، غادي نعاود عليهم بواحد الزيكزاك من التحت رقيق. لاحظوا معايا غادي نعاود بالزيكزاك دابا غادي ندخل لون اخر. لاحظوا معايا شنو غادي ندير، غادي نشرح هنايا باش تفهموا شنو غادي ندير. غادي نمشي هكذا بحال السد، يعني غادي نمشي واحد الخط هكذا بحال السد، وغادي نعاود نرجع عاوتاني هنايا حتى هنايا غادي نمشي مره اخرى بحال السد. لاحظوا معايا هنا غنخدمها بشويه. معايا مشيت واحد المره بحال السد، وغادي نعاود نفس الشيء هنايا. نفس الطريقه غادي نكمل بها الورده كامله.